We are professionals. We know the stories of football that has ever happened before, and we don't want to be caught in a situation like that before, because we know that how football works, and there are teams that have turned the 4-0 into a 5-0. So we know that, and we are aware of that. So we are here to win the game. We're only here to win the match. It's going to be very difficult. It's not going to be easy, because Sétif wants to win also. And we respect them as a football team. They're a good team. They've won the Champions League before, and they are not in the semi-finals by luck. And you should not be deceived by the 4-0 that happened in Cairo. You should respect Sétif. وبيقول له حياتك كرة القدم يعني فيها قصص كتيرة، وفرقة كانت كسبانة 4-0 والنتيجة اتحولت عليها وخسرت 5-4، وبتحصل في كل حتة، واحنا مش عايزين نكون جزء من التاريخ ده، التاريخ السيء ده والمنتدى ممكن تحصل. فريق الصيف فريق كبير وفريق قوي، احنا جينا هنا عشان نفوز، وانا عارف ان مش هيبقى سهل طبعا، هيبقى ماتش قدام فرقة كبيرة، فرقة ليها تاريخ، وفرقة بص خدت بطولة افريقيا قبل كده، واذا كانت وفاق الصيف بص المباراة النهائية ده مش من الحظ، ده فرقة كبيرة. فالمفروض ما نفكرش في 4-0 بتاعت ماتش الذهاب وتخلينا ننسى ان احنا جايين عشان نكسب هنا، عشان النتيجه الماتش الذهاب ممكن تاثر علينا بالسلب، فهنبدا كاننا جايين عشان نفوز، وبالتالي الماتش هيكون صعب مش سهل. Well, my captain is here to talk to answer that question. حضرتك تسألوا عن مش قلقان من تساهل اللاعبين، قال لك كابتن الفريق موجود، هو كابتن اللاعبين ممكن هو يرد على السؤال ده. اكيد الناس كلها ممكن تتخوف من الموضوع اللي احنا كسبنا 4-0 في القاهره، بس ده كان ماتش خلاص، كان 90 دقيقه ماتش خلص خلاص، الماضي ما بيرجعش تاني. اكيد اللعيبه اللي موجوده عندهم خبرات الفتره اللي فاتت كلها، وعارفه يعني اهميه المباراه النصف النهائي، عشان تطلعنا خطوه واحده بس للنصف النهائي. وبالنسبه لنا احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل تاريخ لنفسنا، اللي احنا ناخد الثالثه على التوالي، واللعبة فاهمة يعني ايه كمية المباراة، وعارفة المباراة تبقى صعبة جدا عشان فريق محترم جدا اللي احنا لعبناه في القاهرة. ستيف فرقة قوية، ممكن ظروف المباراة الأولانية كان معانا التوفيق، عشان كده اللعبة كلها مركزة وعارفة أهمية المباراة، واخدة الأمور بجدية أكتر من الماتش الأولاني. No, we playing a normal game. For us the score is 0-0 and we come here to play on a game that is 0-0. So I think you understand what will be the strategy when you have 0-0. هتكون استراتيجية خاصة، بقولك ما عنديش استراتيجية خاصة، احنا بنعتبر نفسنا تعادلنا 0-0 وكأننا بنبدأ مباراة والنتيجة 0-0، ما عندناش أي حاجة هتحصل لينا، فأنت متخيل ممكن يكون بيلعبوا ازاي؟ ممكن هيبقى أداء بتاعنا ازاي؟ It's important for us to score a goal here or two. مهم جدا نسجل هدف أو هدفين هنا. But we know it's not going to be easy. بس طبعا عارفين انه مش هيكون سهل خالص. And we might not even score. ممكن حتى ما نسجلش خالص. But you must also understand that when the player was not red carded, when it was still 11 against 11 on the pitch, we still played very well. بس برضو حضرتك بتقول بعد 35 دقيقة في كارت أحمر، بس بيقول لك برضو في الخمس في قبل الطرد لما كان بيلعب 11 قدام 11، فلاعبتنا كانت بتلعب بشكل جيد، كانت بتأدي بشكل جيد. But yes, the red card gave us an advantage. لكن طبعا الكارت الأحمر اللي خده لاعب وفاء صيف إدى أفضلية للنادي الأهلي، إدانا أفضلية. There's a lot of stories that have been written in football about the games. There's a lot of results that have been overturned in football, and it has happened. It's reality. So it is possible that they can overturn the results, but they can only do that if we allow them to do that. وبيقول طبعا تاريخ كرة القدم فيه قصص كتير لمواقف زي دي، والنتيجة اتقلبت تماما وتم الفريق تاني بالتعويض، فده ممكن طبعا يحصل. انا كانش هيك كده في حاجه زي كده اللي كانت حقيقه ممكن تحصل، بس ده مش هيحصل الا لو احنا سمحنا لهم ان يحصل ده.
المفروض ما يسمح لهمش ان يرجعوا بالنتيجه ويعوضوا ويسجلوا 5 اهداف. The pitch is always good here. والملعب دايما بيكون مبصرش عليه بس الملعب دايما بيكون كويس هنا. I was here maybe 15 years back or 10 12 years back. جه من حوالي 15 سنه او من 10 12 سنه. To play US my here. لا جه مع فرقته السابقه لعب مع اتحاد العاصمه هنا. And the pitch was good. والملعب كان في حاله جيده. And the pitch is always good. والملعب هنا دايما في حاله جيده. اكيد طبعا المباراه هتبقى قويه مش هتبقى سهله خالص. احنا انا زي ما قلت المباراه الاولانيه احنا سهلنا على نفسنا المباراه بس خلاص احنا نسينا المباراه الاولانيه فنفكر في المباراه الثانيه هنا في الجزائر عشان احنا عارفين وقف سيف فرقه محترمه جدا ولها جمهور لعبت قبل كده هنا 2018 ويعني وشفت الجمهور عامل ازاي والفرقه على ارضها تبقى عامله ازاي والكلام ده كله واصل للعيبه وهم مركزين جدا وعارفين اهميه المباراه. احنا عندنا هدف واحد اللي احنا نوصل للنهائي والمباراه تبقى صعبه وزي ما كنتش قال احنا عايزين نسجل هنا وهنقدر ان شاء الله نسجل. احنا لو اديناهم الفرصه هم يسجلوا بس ان شاء الله مش هنديهم الفرصه ونبقى مركزين ان شاء الله في المباراه. طبعا مرحب بيك طبعا وطبعا يعني بصراحه انا دي تاني مره اجي الجزائر ثالث مره اجي الجزائر بصراحه يعني شعب الجزائري من شعب يعني المضياف بيقولوا بصراحة عاملنا بشكل كويس جدا البعثة كلها والشعب الجزائر يعني شيلنا فوق الراس الناس كلها بتقابلنا كويس الناس كلها أي حاجة بنبقى محتاجينها بيبقوا معنا وامبارح زي ما حضرتك قلت في طفل جه امبارح وفي ناس كتير جت امبارح بس هم وأنا شايف إن في ناس هنا كتير بتحب النادي الأهلي لا بصراحة يعني الشعب يعني زي ما بيقولوا احنا اشقاء يعني وطبعا المباراة في الجزائر في مصر نفس النظام احنا قابلناهم بشكل كويس جدا وحتى بعد المباراة كلنا سلمنا على بعض وده اهم حاجة في الكورة ان يبقى في روح رياضية بين اي شعب وطبعا مبسوط ان انا موجود معاكم هنا في الجزائر. اكيد عامة انا مش بقيم عشان انا برضو حارس زي برضو انا الناس اللي بتقيم بس هو اكيد طبعا من التجوان الكبيره العمل لغايه المباراه اللي كابتن الاهلي عمل هو مثلا سبب كبير جدا مع الفرقه طبعا ان هو يكونوا موجودين في نص النهائي هو لو في الاخر فرقه جماعيه وهو بصراحه من الناس المحترمه جدا قابلته في القاهره واتكلمنا مع بعض وهو بصراحه من الشخصيات المحترمه وجون كبير طبعا و الفتره اللي فاتت كان عامل ماتشات كويسه جدا وطبعا جون مميز جدا يعني.